أكتر شيء أنا ندمانة عليه إني ما كنت أول ما يعني في نفس اليوم اللي كان الدكتور يشرح فيه الإشي ما كنت أروح على البيت وأدرس السلايدات كاملة. بهاي الطريقة أنا خسرت كتير لأنه ناسي كتير أشياء شرحها الدكتور، وهلأ أنا عم بحاول أدرسها بس السلايدات ما فيها information، يعني هلأ البيج فولت ما إلها شرح. أوكي أنا يعني ما مو متأكدة، بس المفروض إنه بيكون عندنا مثلا أوكي عندنا زي الرام، هذا الرام اللي it execute، وهنا البروجرام، والبروجرام مقسوم لبيجز صح، P1 مثلا بعدين P2. خلنا نقول انه هون ما في بيج، هون ما في بيج، فلما نيجي نوصل لعند this part of the RAM and we point at this part of the page بس ما في page يعني اوكي، فايش بنسميها هاي page fault. فاليوزر بروسيس ببعت للكيرنل سبيس انه اوكي هذه كلها، هذه المين ميموري، مين ميموري يونت، اي ثينك هاي الام ام يو معناها مين ميموري يونت، ام نوت شور. هاي المين ميموري مقسوم لليوزر سبيس والكيرنل سبيس. في اليوزر سبيس اللي احنا هون بنكون ببعت انه في بيج فولت للكيرنل سبيس. الكيرنل سبيس ايش بيسوي؟ كيرنل سبيس بيقول اوه ما في عندنا بيج هون، فالبو بي فولت هاندلر ايش بيسوي؟ بيروح بيبعت للاكسترنال بيج نيدد بيج، انه في عندنا بيج هون نيدد، واحنا اوكي. بعدين الاكسترنال بيجر، ايش هاي اكسترنال بيجر؟ شو هاي اكسترنال بيجر يعني؟ اوكي خلنا نقول it's just like a manager references to memory objects. خلينا نقول it's like a virtual address space. اوكي في إلها address او اشي زي هيك، فالاكسترنال بيجر بيروح هو عنده البيج needed page، الفولت هاندلر بحكي له بدنا هاي البيج، فالاكسترنال بيجر بيروح بياخد البيج بيعملها ريكوست من الديسك. اوكي لانه الاشياء المو موجوده بالرام وين بتكون؟ بالديسك، ناخدها من الديسك، الاكسترنال بيجر بياخدها it arrives from the disk. بعدين الاكسترنال بيجر بيحكي له للبول فولت هاندلر اوكي انا عندي البيج، هيرز ذا بيج، فالفولت هاندلر هي مابس ات ان ذا ام ام يو هاندلر، بس الدكتور قال انه هاي اتس نوت ريلي امبورتنت، بس مهم انه نعرف انه ذا ات مابس ذا بيج ان، يعني بصير عنده هنا بيج مثلا 3 او وات ايفر ات شود بي. من وين اخذناها؟ من الديسك، الديسك راحت لهم. اوكي اوكي هاي لازم نحفظها، يا رب اكون حافظها. الثراشنج هلا احنا قلنا بالفيرتشوال ميموري ايش بيسوي؟ الفيزيكال ادرس بيجي بوصل لهون بيقول له اعطيني البيج اللي ناقصه، بروح بياخذها من الديسك بحطها هون، هيك بصير عندنا فيرتشوال ميموري. اوكي هي نفس البيج فولت تقريبا اظن، يعني هذا اللي فهمته. بس تخيلوا لو هذا الشيء كان بيصير كتير كتير كتير، ال CPU utilization أول إشي يعني degree of multi programming، لو أنا عندي كتير 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 هيك فراغات كتير، هلا إحنا بنعرف شغلة إنه الديسك ترى كتير بطيء،
إشي كتير بطيء. الرام مو لازم تعمل له فتش، بس الديسك لازم تروح وتعمل له كول، يعني هاي الأوبريشن طويلة. طبعا هي مش طويلة لو بنسويها فيو تايمز، بس تخيلوا لو عنا مليون ألف بيج كل شوي بنبعت، ومليون ألف إيش بيصير لما نفتح مليون ألف تاب؟ The computer crashes، صح؟ So this we call it thrashing. بيوصل لحد معين degree of multi-programming then it crashes. And yes, it is a security concern. Okay. أنا نسيت ليش، بس بتذكر الدكتور حكى إنه yes it is because it makes the machine act in a malicious way. And الله يا رب أنا ناسية thrashing security concern. خلاص مش مهم، بدناش نعرف. اوكي it is a security concern. هاي بعرف ايش. اوكي virtual machine. اوكي هاي virtual machines topic حلو. اوكي virtual machine a view presented by the OS. A process is running on a specific architecture and OS when really it is something else. اوكي هذه الفيرتشوال ماشين هي زي انا بجيب اوبريتنج سيستم وبخليها تشتغل، يعني زي كانه في ماشين تعمل نفس اللي بتعمل الماشين، اكت از ذا ماشين، بس بالحقيقه ما في ماشين، يعني اتس جاست ا فيرتشوال ماشين، بس ات اكتس لايك ا ماشين، ات داز ذا سيم ثينج، بس لانه تخدع، يعني اتس لايك بتخدع الاو اس، تخليه يشتغل زي كانه في هاردوير. البنفيتس انه هاردوير افشنسي، بورتابيليتي، سكيورتي، هاي اتس فيري جود فور سكيورتي، اند مانجمنت. مش عارفه ليش مانجمنت. اوكي والسكيورتي طبعا، يعني لانه يعني لما اكون انا اون ا فيرتشوال ماشين بقدر اسوي اشي على فيرتشوال ماشين، بس if مثلا the machine crashes or something nothing happens، يعني it's just a virtual machine. Two types في system virtual machine. These types of virtual machines provide full virtualization acting as the substitute of the real machine. These will provide functionalities to execute an entire operating system. Okay. Okay, بس ماشي. Hardware resources are shared, managed, forming multiple environments on the host system. يعني ممكن مثلا انا I want to test something، ليش اسويها على جهاز حقيقي؟ ممكن بس استخدم virtual machine. These are isolated from each other but exist on the same physical host. يعني مثلا حيكون يعني okay so system virtual machine. يعني two different on the host system, multiple environments on the host system. Okay. يعني هون بنقدر نشوف إنه كيف ال virtual machine ما فيها hardware. System virtual machine ما فيها hardware. هذه فيها hardware. Process virtual machine. هذه بيكون إيش الفرق بينها؟ هذه فيها application و OS، هذه application و process. These virtual machines are also known as application virtual machines, managed runtime environments.
Virtual machine runs as a normal application inside the host's operating system. Virtual machine run as a normal application inside the host operating system, created with the starting of the process and destroyed when the process ends. يعني هي عبارة عن application used to provide a platform independent programming environment to the process. خلنا نجرب نفتح. اوكي نعمل ignore. اوكي خلينا نشوف الفرق process virtual machine و system virtual machine. So system virtual machine بتكون عبارة عن virtualizing software. These tasks provide full virtualization and as a real machine. It operates as substitute for a real machine. هدول application virtual machines managed runtime environments. شو هاي runtime environments؟ Virtual machines run as a normal application inside the host operating system. Okay, so فيها application و process virtual machine. بما انه فيش وقت رح نسوي ignore. Process virtual machine عنا Java virtual machine. Okay. Running as a normal program to create a virtual machine that can be installed with any OS. System virtual machine زي Zen و virtual machine where. I think احنا بنستخدم هاي اكتر شيء ولا لا. خلنا نشوف الـ types. هاي بتذكر حكى عنها الدكتور، بتعمل scheduling للميموري. بس ناس في أي والله عن الادفانتج و الديسادفانتج. Alright, so هدول I don't know, I think ما رح يجوا معانا بالامتحان. So بس رح ندرس هذه. The boot sequence. عنا CPU, عنا BIOS, secondary loader, operating system. When a computer is turned on, it first executes the code stored in a firmware component known as the BIOS. اوكي هاي معروف انه اول ما نضوي كمبيوتر بتضوي عنا البايوس. البايوس loads into memory the second stage bootloader which handles loading the rest of the operating system into memory and then passes control of execution to the operating system. بتذكر انه الدكتور حكى لنا انه لو صار اي نقطة صغيرة مشكلة صغيرة بالابديتنج تبع البايوس
ممكن إنه الكمبيوتر يعني يروح فيها، يعني هذا إشي كتير حساس. يا أوكي سو البايوس إشي كتير مهم، لأنه it is what makes the operating system execute right passes control of execution to the operating system. Security concerns عنا أول إشي الـ OS boot. A malicious user potentially sees execution of a computer at several points in the boot process. أوكي. ممكن مثلا واحد يدخل سي دي external device ويفتح فيها hard drive data bootable external media to boot up a computer in order to obtain hard drive data. Original OS cannot protect data anymore. Countermeasure boot sequence disk encryption. فإيش بنعمل؟ بنعمل encryption. اوكي سو عندنا السكيورتي كونسيرن تبع الاو اس، عندنا الاو اس بوت لما نعمل له بوتين، في عندنا سي دي بيعمل له بوت. To avoid any attacker to use a bootable external media، يعني مثلا ممكن تكون يو اس بي، ممكن نعمل ديسك انكريبشن او بوت سيكونس. I don't know what boot sequence is بس I think انه السيكونس نمبر يعني بيعطي هنت انه لو السيكونس نمبر غلط اكيد يعني هذا اتاكر. البايوس باسوردز اوكي، ممكن كمان تحكوا انه نحطوا باسورد، ممكن نحط باسورد، هاي اتس ميجر. بات هذه it provides some authentication بس attacker could remove the HD and install it in another computer and boot it up. اوكي يعني ممكن الواحد مثلا بكل بساطة ياخذ الهارد ديسك تبع الكمبيوتر ويحطها مكان ثاني وبعدين يعمل هاي. برضه بنعمل ديسك انكريبشن، يعني السولوشن ديسك انكريبشن. اوكي الهيبرنيشن هذه مشكلة، ليش؟ لانه لما يروح اللابتوب على الهيبرنيشن في فايل اسمه هيبرنيشن فايل. OS stores contents of machine's memory into hibernation file. ليش؟ عشان خاطرنا احنا لما نيجي نفتح لابتوب تدا يطلع كل اشي زي ما كان، صح؟ بس such as hyperfill.sys on disk so the computer can be quickly restored later. But hibernation exposes a machine to potentially invasive forensic investigation. Okay, attacker copies the hiber file to discover any unencrypted password that were stored in memory when the computer was put into hibernation. ففي مشكلة، احنا لما نيجي نحط مثلا باسورد اكيد موجودة مكان بالميموري، موجودة مكان بالميموري، مستحيل يعني حدا يحط باسورد وما تكون موجودة، لانه اذا انا if I typed it خلص بتدخل بالميموري، واذا حدا قدر يجي ويعمل access للميموري من الهيبرنيشن فايل مشكلة، هاي بقدر يشوف الباسورد. وفي عنا event logging. Event logging keeping track of what processes are running, what other machines have interacted with the system via the internet, if the operating system has experienced any unexpected or suspicious behavior. So هاي ايش هادي؟ event logging. خلينا نشوف what's event logging.
local files recording happenings in the system and it includes accessing, deleting, adding. Okay, so it's something that saves all the events that are happening. Process Explorer. إيش هذا؟ إيش هذا؟ أبدا ما بتذكر شرح هذا الإشي، أكيد كنت نايمة. Password Security Salt. One way to make the dictionary attack more difficult to launch is to use SALT. Associated a random number with each user ID. Associate a random number with each user ID. OS compares the hash of the password plus SALT with the stored hash of the password plus SALT. Okay, so السالت هو زي رقم بنحطه مع الباسورد وبتغير، هو راندوم يعني بيمنع هذا الرقم، بيمنع انه حتى لو اتاكر عرف الباسورد يعني هو ما بيعرف السالت، وحتى لو عرف السالت يعني بيعطيه وقت اكتر عشان يلاقي الباسورد، حيكون اصعب عليه لأنه لازم يلاقي السولت وكمان الباسورد، بدل الباسورد لحال حيكون باسورد بلس سولت. وممكن السولت يكون معروف عادي، بس المشكلة إنه بتصعب الموضوع على الاتاكر، لأنه حتى لو عرف الباسورد يعني مش حيقدر يعرف الباسورد، لأنه الهاش مش تبع الباسورد، الهاش تبع الباسورد مع السولت. Okay, Unix system password file, possible conjunction with. Okay, يعني مثلا هلا خلنا نقول إذا أنا استخدمت password spider man وكلمة spider man كانت موجودة بالديكشناري attack، بس لو أنا ضفت عليها salt حيكون صعب على الاتاكر يلاقيها. Okay. هاي مش عارفة هاي إيش قصده possible conjunction with. كيف salt works without salt user types user ID X and password P system looks up H and stores the hash of X password system sets tests whether H of P equal H. اوكي بس هون مع السولت user types and user id x and password p system looks up salt and hash where ال salt is the random salt for user id x and h is stored hash of s plus x's password system tests whether s concatenated with p equals h. يعني الباسورد فايل X هي الانكريبشن اوف S مع الهاش، او مش عارف ايش هاي الاي كي بس اوكي. How salt increases search space size. طبعا لانه كل ما ضفنا حرف كل ما صار اصعب والصعوبة بتزيد by double أصلاً. Okay. Assuming that an attacker cannot find the salt associated with the user ID, مثلاً salt is encrypted, then the search space for a dictionary attack can, on a salted password is size of 2 power b multiplied by d, where b is the number of bits of the random salt and d is the size of the list of words of the dictionary attack.
For example, if a system uses a 64-bit salt for each user ID and the user picks password in a 500,000-word dictionary, then the search space will be 2 power 64 multiplied by 500,000. Okay, ايش هذه؟ example او IE يمكن 2 power 64 times 2 power 18 equals 2 power 82. Moreover, even if an attacker can find the salt password for you for a user ID, he only learns one password. ياي خلصنا. اوكي، لانه السولت بتغير لكل يوزر، فحتى لو قدر يكتشف السولت هو بس عرف السولت تبع يوزر واحد، وحتى لو عرفه يعني ستيل هذا كتير كتير بيطول عشان يلاقيه. So the aim is not to make it impossible but to make it super hard and infeasible. ياي خلصنا.